السلام عليكم ورحمة الله. الأوكلوبوتوس، هل سمعتم بهذا الاسم؟ نعم، هذه أشجار قوس قزح الكافور. هي أشجار طويلة تتجدد طبقاتها وتتغير ألوانها بمرور الوقت. هذه الأشجار تنمو في بلدان مثل الفلبين وأندلوسيا وكذلك الصين في الغابات الاستوائية التي يكثر فيها المطر، وهي أشجار جميلة وملونة. إن شاهدتموها فقولوا الحمد لله.